بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس بي تي. كنصحوا مباراه التعليم ديال 2022 ديداكتيك ماده تخصص علوم الحياه والارض اس بي تي. وصلنا للسؤال 21. Au cours d'une séance consacrée à la résolution du problème suivant. يعني في واحد الحصه مخصصه لحل المشكلات، وهذا المشكل هو التالي. Comment on arrive à conserver le même nombre de chromosomes dans la cellule œuf chez l'homme؟ يعني كيفاش كنحافظوا على نفس عدد الصبغيات فين عند الخليه البيضاء ديال الانسان سيلول اوف، يعني من بعد ما كتوقع لا فيكونداسيون. ان ديالوغ او سان دان جروب دو 4 ابرونون، يعني واحد الحوار، واحد الحوار. اذا المشكل شنو هو؟ هو كيف نحافظ على نفس عدد الصبغيات عند الخليه البيضاء ديال الانسان. وهنا كيرصدوا لنا واحد الحوار ما بين اربعه ديال لي زابرونون او و اف و او سي و تي. هادو سميات او اف او سي و تي، سميات ديال لي زابرونون اكسبلواتون دي كاريوتيب ديفيرون. هاد التلاميذ هادو بربعه، هاد الجروب ديال التلاميذ كي اكسبلواتيو، يعني كيلاحظوا او كيكتشفوا واحد الخرائط الصبغيه، يعني لي كاريوتيب ديفيرون مختلفه. نوزا بيرمي دو ريليفي ليكستري سويفون، يعني كيعطينا هادشي، كيعطينا جزء من الحوار مفهوم. ومطلوب منا في الاخر لابرونون كي اكسبريم اي ريبريزونطاسيون ايروني ا بروبو دو لا نوسيون دو كروموزوم هومولوج. شكون هو لابرونون اللي عنده مشكل في لا نوسيون ديال الكروموزوم هومولوج؟ الكروموزوم هومولوج هو الصبغيات المتماثله، يعني الصبغيات المتشابهه عند لي زيتر فيفون دي بلويد. كما تتعرفوا ان الصيغه الصبغيه هي دوزان عند لي دي بلويد، هذه بالنسبه لي سيليل، يعني الا بغينا نقولوا لي غوناد اولا لي لوفوغوني اولا سبيرماتوغوني عند الانسان تيكون عندها دوزان، عاد من بعد كيوقع لها الميوز الى اخره. حنا غنقلبوا شكون هو في هاد التلاميذ اللي عنده واحد لا نوسيون غالطه على 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 لي كروموزوم هومولوج، يعني شكون اللي فاهم لي كروموزوم هومولوج بشكل غلط. الوغ الاول اف شنو قال؟ قال لك وي سي سو كو جو بونسي اليونا كو 23. اول حاجه كيقول لنا راه ما عندنا غير 23 اي سو ني با دي بير، وماشي ازواج مفهوم. il n'y a même pas il n'y a même pas 23 paires. Ce n'est pas 23 paires. Entendez? Il n'y a même pas 23 paires. Ce n'est pas 23 paires. Donc non, il y en a que 23. Qui dit que mais qu'il y en a il y en a 23. و 23 ما حددتش شنو هي. اي سوني با مي اي سوني اي سوني ميم با بير، وماشي بير. شويه كيقول اليا ميم با 23 بير، يعني ما كاينش حتى 23 زوج. سوني با 23 بير، يعني ماشي 23 زوج. اون لي في سي جوست 20. اه نو با 23 بير، جو دي نيمبورت كوا. وهنا هو يدخ بقى تيهضر، بقى تيوصف، ما عرفين شنو قال له. او او سي قال له il s'assemble pour former des paires، يعني كل واحد عنده خوه باش يصايبوا لنا ازواج. مثلا هذا الزوج الاول، وهذا الزوج الثاني، وهذا الزوج الثالث، يعني il s'assemble كيتجمعوا. قال له اف وي، و او قال له حتى هو وي، وي عاود اف يهضر. شنو قال؟ قال يا قال il y a 23 seuls، يعني 23 بوحدهم، بلوس 23 سول، يعني ما حسبش هادوك 23 بير، لا قال لك 23 بوحدهم، يعني و 23 اخرين بوحدهم. اي دونك دو كو صافي 23 بير، دونك 46 مفهوم. هنا راه ما كيديفيرونسيش ما بين لي كروموزوم سيكسييل و لي كروموزوم اوتوزومال، يعني حسب كلشي 46 عباره عن ازواج. ويقول له ويقول له او نبهوا لهذه القضيه. قال له وي اي اكس اكس اي اكس اي
ويرجع عاوتاني اف قال له مي سا سي لي كروموزوم سيكسيالو. ويقول له اه il faut dire qu'un ensemble ou bien qu'un ensemble ça يعني كيقول له الا جمعتي خاصك تقول الا جمعنا هاد اكس اكريك او لا اكس اكس مع هذاك الشيء غادي يعطينا شنو، غادي يعطينا 46 ماشي 46 او لا 23 بيغ. قال له الاخر اف عاود قال له on a l'impression que les spermatozoïdes ils ont que la moitié du chromosome. يعني قال له كنعتقد بان او عندنا اعتقاد بان هاد لي سبيرماتوزويد عندهم غير 23 او لا غير لا مواتي ديال الكروموزوم اي لوغ مونك اي لوغ مونك يعني كيفتقدوا لو بير، كيفتقدوا لو بير اون افي او بيان اون فيت ils ont qu'un seul chromosome. يعني هاد الاف كيعتقد بان راه لي سبيرماتوزويد خاص يكونوا ديبلويد alors que nos chromosomes sont haploïdes. Eux, c'est en effet, ils ont les chromosomes mâles et les ovules ont des chromosomes femelles. Ça veut dire, en effet, ils ont, les chromosomes mâles et les ovules, يعني les chromosomes mâles عند les spermatozoïdes ou les ovules ont des chromosomes femelles. يعني les ovules عندهم سبريات وين قصدت قال لهم moi je crois qu'on fait ils ont séparé des karyotypes. كيقول لهم كنظن بانهم راهم فرقوا لي كاريوتيب. طبيعه الحال الكاريوتيب ديال السيليل جيرمينال الا بغينا نقولوا ماشي هو لي كاريوتيب ديال السيليل سوكسيال. اف قال له وي مي جوست روغاردي جو بونس كو سا الا ان بروبليم سول الا ان بروبليم. يعني تي قال راه كاين واحد المشكل هنا. واف قال له وي مي ce que je ne comprends pas c'est que vu que ça vient ça forme du père mais vu que ça ne vient pas de même personne يعني كيجينا دي بير ولكن ماشي من نفس البيرسون سا نو بو با اتر ايدونتيك. يعني ما يمكنش يكونوا مادام كي عندنا دي بير وما جايينش من نفس البيرسون راه ما يمكنش يكونوا ايدونتيك. il faut que ça soit identique pour les faces pour sa face. دونك هنا كاين كيبان لينا انه راه كاين واحد النقاش ودخل فيه اف بزاف. دونك هنا لا برونون كي اكسبريم اون ريبريزونطاسيون ايروني ا بروبو دو نوسيون دو كروموزوم هومولوج. يعني غير لا قريتي غيبان لك ان واحد فيهم راه عنده مشكل ما فاهمش مزيان لا نوسيون ديال الصبغيات المتشابهه شكون هو. دونك ماشي او سي ماشي او ماشي تي اللي كيبان هو اف. يعني اللي عنده مشكل هو يعني اف. الوغ الاختيار اللي صحيح او اللي بغاو هما يعني الشخص اللي عنده غلط او اللي عنده مفهوم غلط على لانسيون دو كروموزوم هومولوج هو اف. وخصوصا خصوصا كتبان في الجمله الاخرى اللي كيقول فيها واخا هما دي بير ولكن راه كل كروموزوم ديال البير جاي من عند واحد دونك ما يمكنش اونو ايدونتيك. دونك هنايا عنده واحد المشكل معين في لانسيون ديال الكروموزوم. الاقتراح اللي صحيح هو الاقتراح الديني. هذا الفيديو نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.